السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير يا ربي. غادي نفتح قوس قبل ما نتطرق للدرس ديال اليوم. القوس هو بغيت نقول للدراري الصغار والبنات انه القراية مكملة، ما كايناش عطلة دابا، القراية مكملة عن بعد. يعني نستمروا في القراية ديالنا واخا في الدار. بمساج اللي باغا نقول للناس الكبار اللي كيقولوا بانه ملوا وقنطوا وما كاين ما يدار، هنا غنقول راه كاين ما يدار. احنا كنا معزولين وكنا جالسين في ديورنا هاد الفتره ديال الحجر الصحي. كورونا هي ازمه وغادي تفوت، ما خاش كورونا تمشي وحنا نبقاو كيما حنا، ما لم يطرأ علينا حتى تتغير. نو، كورونا كاينه وحنا جالسين في الدار، هذاك الكوتيديان ديالنا نشوفوا كيفاش نديرو باش ما نحسوش بالملل. نقراو كتاب، نتعلمو شي لغه، نتفرجوا في شي برنامج تزاد علينا شي حاجه، ماشي تخرج كورونا ونبقاو حنايا كيما حنايا في نفس المستوى اللي فيه. نو، نبدلو شي شويه من السيستم، نتعلمو شي حوايج اخرين، نزيدو حوايج علينا باش ما تبقى هاد الفتره غير جلسنا وصافي، جلسنا غير في الدار كنتسناو حنا غير امتى هاد كورونا تمشي وما تزادت علينا حتى حاجه. هادشي اللي باغا نقول انا القضيه، يعني كاين ما يدار، كاين ما يدار. شوفوا كيف ديروا باش ما تخلوش الملل يتسلل الانفس ديالكم. عطى الله ما يدار، كتوبه، لغات، كاين ما يدار، غير خاصنا نشوفوا شنو نشوفوا كيفاش نقادوا البروغرام ديالنا. هذا من جهه. من جهه اخرى بالنسبه للدرس ديال اليوم، الدرس كغيره من الدروس اللي غادي تجي باذن الله في الفيديوهات الجايه تحت طلب ديال الناس. كاينين الناس اللي كيقولوا لي ديرينا هادي وديرينا هادي وديرينا هادي. سابقا كنت تبعت في المستوى الرابع والخامس ابتدائي، تبعت الوحده الخامسه، كملت الدروس اللي في الوحده الخامسه في لا غرامير ولا كونجيغيزون ولورتوغراف. هاد الفيديوهات الجايه ان شاء الله غادي ندير الدروس اللي طلبوا مني الناس، وغادي ندير الدروس اللي بان لي انا خاصني نديرهم، ومن بعد غادي نكمل في المستويات اللي ديجا ديت بهم الرابع والخامس والسادس، غادي ندير الوحده السادسه باذن الله. الدرس ديال اليوم هو تحت طلب ديال الناس اللي في اكادير. وكنسلم على الناس اللي في اكادير، كنسلم على الناس المغاربه كاملين. تحيه لكم كاملين، تحيه للناس اللي كيتبعوني وكيشجعوني. شكرا لكم، مستغله الفرصه ونشكركم كاملين. اليوم عندنا الدرس ديال لو فيتور بروش. نبداو على بركه الله. لو فيتور بروش و لو باسيغيس، هاد الازمنه بجوج. اول حاجه قبل ما نبداو في الدرس خاصنا نعرفوا بانهم راه ما كاينينش في لا ليست ديال لي طون اللي كاينه، اللي كاينين في لا كونجيغيزون فرونسيز. شنو كتعني هاد الهضره؟ انه عندنا الفيتور سامبل، عندنا الباسي كومبوزي، وعندنا لامبارفي بلوس كو بارفي، كونديسيونيل بريزون، انسي دو سويت. هادو هما لي طون اللي عندنا، وازمنه اخرين عندنا في لا كونجيغيزون ديال الفرنسيه. ولكن لو فيتور بروش ولو باسي ريسون لا، سو سون دي تورنور دو فراز اللي كنستعملوا فيهم واحد لا فورم اللي كتخلينا نعبروا حنايا على هاد لو فيتور بروش وعلى هاد لو باسي ريسون. غادي نتعرفوا اكثر اشنو كيعني لنا لو فيتور بروش ولو باسي ريسون. بالنسبه لو فيتور بروش n'est pas à proprement parler un temps du futur. Voilà pourquoi il ne figure pas dans la liste des conjugaisons. Il s'agit plutôt d'une tournure de phrase. Le futur proche, أول حاجة هو المستقبل القريب. هو ماشي زمان اللي عندنا اللي بحال الأزمنة الآخرين. داكشي علاش ما مدروش في القائمة ديال الكونجيغيزون اللي عندنا في الفرنسي. هي اون تورنور دو فراس. كيفاش تورنور دو فراس؟ اشنو كنستعملوا باش كومون اون كونستروي هاد القضيه ديال الفيتور بروش. لو فيتور بروش سو كونستروي افيك الي بلس لانفينيتيف. هكا باش كنركبوه، كنديروا لو فيرب الي،
plus l'infinitif. شحال من واحد كيخلط بين لو فيتور بروش وبين لو باسي ريسون. لو فيتور بروش راه كنديرو فيه الي، حيت غادي نعبروا على شي حاجه غادي توقع علينا في واحد الزمن اللي هو قريب، واحد المستقبل قريب. Il permet d'exprimer H un événement sur le point de se produire. واحد الحدث اللي غادي يوقع، وغادي يوقع في واحد الاجل اللي هو قريب. Sur le point، على وشك انه يحدث. Quelque chose que l'on va immédiatement faire. غادي نستعملوا لو فيتور بروش باش نعبروا على شي حاجه اللي غادي نديروها حالا، يعني يلا غادي نديروها. Un projet ou des prévisions. Ça veut dire quoi? Projet غادي نهضروا على شي مشروع، غادي نديروا نهضروا على شي حاجه عارفين ان غادي نديروا ديك الحاجه، وغادي عندنا شي بروغرام ولا هذا، كنستعملوا لو فيتور بروش. سي بون. غادي نشوفوا الامثله. شنو كنقولوا هنايا؟ راه كنردوا البال ديما. الا كان عندنا هذا جو، خاصنا نديرو في، نصرفوا بعدا لو فيربال في لو بريزون دو لانديكاتيف، نعرفوا كيفاش كيتكتب مع كل برونون كيفاش كيتكتب باش نتفاداو الاخطاء. كنقولوا جو في سوفلي لي بوجي، يعني راه كنهضروا على شي حاجه اللي غادي توقع لينا في واحد المستقبل قريب. Je vais souffler les bougies. Il va bientôt arriver. Les copains, ils vont faire une drôle de tête. Had il, ana li dertha. Had il, علاش ana dertha? نقول لكم علاش. نبداو باول جمله. Je vais souffler les bougies. عندنا لو جو هو لو برونون، في هو لو فيرب اللي نصرف منه في لو بريزون دو لانديكاتيف بلس لانفينيتيف، يعني في بلس لانفينيتيف لي بوجي. Il va bientôt arriver. Il voit le pronom, va voit le verbe aller, bientôt, pardon, bientôt là c'est un mot invariable, et arriver voit l'infinitif. عندنا هنا لي كوبان. ديما راه كنقول لكم هاد القضيه، الا كان عندنا ان نو راه خاصنا نعوضوه، غنعوضوه ب il. عندنا اس هنا وعندنا اس هنايا، دونك راه ما غاديش نديرو va، غنديرو vont، حيت كنقولوا ils vont. Ils vont يعني les copains vont faire une drôle de tête. عندنا هنايا لو فيرب الي بلس لانفينيتيف، يعني الفعل كنخلوه كيما هو، غير اش اللي كنصرفو؟ كنصرفو لو فيرب الي، لو فيرب الي اللي كنصرفو. دونك سي لو فيتور بروش ني با ان تون ا بار انتيير، il en va de même pour le passé récent. Il se forme simplement avec le verbe venir auquel ajoute l'infinitif d'un verbe venir de plus infinitif. Il permet d'exprimer une action venant juste de se terminer. Il a كان le futur proche هو زمن ما مدروش في الازمنه اللي كنعرفوا في الفرنسي، راه il en va de même نفس الشيء pour le passé récent. Le passé récent il se forme comment? Il se forme simplement avec le verbe venir. Donc le verbe venir عندنا في le passé récent ou aller عندنا في le futur proche. كنقولوا venir de plus l'infinitif. علاش كنستعملوا هاد لا فورم هادي؟ باش تعبر لينا على واحد لاكسيون اللي يلاه وقعت. سي بون. لو فيتور بروش كنهضروا على شي حاجه يلاه غتوقع، وفي لو باسي ريسون يعني الماضي اللي هو قريب، يعني شي حاجه يلاه وقعت، يلاه وقعت، ماشي العام اللي فات ولا الشهر اللي فات. كنهضروا على شي حاجه يلاه وقعت، كنستعملوا لو باسي ريسون ماشي لو باسي كومبوزي. اكزومبل، جو فيان داريفي، il vient de mettre la machine à laver. هنا خاصنا نردوا البال، هاد لو دو راه ضروري خاصو يكون، ضروري. Je viens d'arriver، ديما هذا لو برونون، هذا لو فيرب فينير، و دي او حيدنا لو او درنا في بلاصتها لابوستروف حيت عندنا دو فوايل، وهنايا arriver l'infinitif. Il vient de mettre la machine à laver، il هو لو برونون، vient هو لو فيرب فينير، دو هادي لا بريبوزيسيون، و mettre هو l'infinitif. اول حاجه بعدا خاصنا نكونوا عارفين كيفاش كنصرفوا الي و فيني. نعقلوا بعدا على القاعده، لو باسي ريسون اي تان تون اكسبريمي بار فينير دو بلس انفينيتيف، لو فيتور بروش اي تان تون اكسبريمي بار الي بلس انفينيتيف. ردوا البال، هنا راه ما كاين، هنا عندنا دو، هنا راه ما كاينش عندنا دو. اما كنقولوش جو في دو دو مونجي مثلا، جو في مونجي، كنقولوش دو هنايا. دونك عندنا هنايا الي فينير في لو بريزون دو لانديكاتيف، خاصنا نتمكنوا من هاد الجوج
ضروري ضروري ضروري. هنا عندنا لو فيرب الي هو هذا je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Le verbe venir, je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. C'est bon? On va faire quelques exercices. Je vais vous dire, je passe récent ou là, futur proche. Donc, on va faire la première. Mon frère vient de se marier. Vient de se marier. هنايا شنو عندنا passé récent ou la future proche غادي نشوفو هاد vient هذا واش aller ou la venir شنو كنقول vient هذا le verbe venir عندنا هادي de c'est bon و هنايا عندنا غادي نسطرو عليه هذا هو l'infinitif donc هنايا عندنا vient de se marier هنا عندنا le passé récent, on va dire le PR, yani passé récent. Donc, nous allons préparer un délicieux gâteau. Nous allons préparer un délicieux gâteau. Adna hna ya nous, hna ma gna hna ya mon frère ra huwa il, kan oudou il, hna ya adna nous, adna hna ya allons, on dira bleu hmar, ou adna hna ya préparer. هنايا عندنا لو فيرب الي مصرف لينا في نو دونك هنايا عندنا فيتور بروش فيتور بروش اف بي بي ار باسي ريسون اف بي فيتور بروش شنو عندنا تاني نوتر ايكيب فا رومبورتي لا كوب نوتر ايكيب فا رومبورتي لا كوب نوتر ايكيب هذا هو لو نو غادي نديرو italique ou va radindiru blahmar ou remporter radindiru blahmar tout ma galiban redoule bel had l'qadiya ta de amni katkoun adna de galiban galiban ra adna venir de adna hnaya le passé récent notre équipe radin aoudouha b el haddi ma khasna n'arfou le pronom. Donc, va remporter. Adna hnaya le verbe aller. Ou hnaya adna l'infinitif du verbe. Ou hnaya adna kanhadro. Il a allé. Dima allé. Ra kanhadro hnaya fait le futur proche. Vous venez de commettre une grave erreur. Vous venez de commettre une grave erreur. Adna hnaya vous. Adna venez. Ou le verbe venir. Ou adna hnaya de. Ou هنا عندنا commettre l'infinitif. Donc هنا il y a le verbe venir. هنا عندنا le passé récent. Ou عندنا هاد le de. La هادي الجمله الخامسه. Tu vas rentrer tôt ce soir. Tu vas rentrer tôt ce soir. Dis-moi la جمله خاصنا نديرو ليها تقسيم. هاد tu هو le pronom ديرو italique ou va هو le verbe ديرو بالاحمر. Rentrer هو l'infinitif نديرو بالاحمر وما عندناش دو هنايا tu vas rentrer وهاد va هو le verbe aller يعني كنهضروا هنايا على الفيتور فيتور بروش عندنا هنايا les filles vont organiser une soirée pyjama les filles vont organiser une soirée pyjama عندنا هنايا les filles خاصنا نعوضوها بهاد ال c'est bon وغادي نديروها هادو كاملين ايتاليك فون هو بالاحمر اورغانيزي هذا هو لو فيرب لانفينيتيف وهاد فون هو لو فيرب فون لا لو فيرب الي هنا راه ماشي فينير فون اورغانيزي دونك هنا اون بارل ديال واحد الحاجه اللي غادي توقع قريبا يعني كنهضروا على المستقبل toutes les bourses mondiales viennent de chuter Toutes les bourses mondiales viennent de chuter. Anindiru hnaya akhir jumla, c'est bon. Ou ghadi nkhalli likoum had tamarin inchallah bi idnillah sindouq el wasf bach dirouhom w tqoulou liya wach fhamtou chi haja w la ma fhamtou chi hit had chi rah sahel. Donc adna hnaya vienne huwa le verbe venir, adna de chuter huwa l'infinitif, ana adna le passé récent.
دونك غادي نخلي لكم هادو في صندوق الوصف، وغادي نخلي لكم واحدين اخرين في صندوق الوصف. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا، وفي امان الله.